السلام عليكم ومرحبا بكم، وش رايكم وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. مساء الحب، مساء الورد، مساء الفل والياسمين، يا احلى واغلى واجمل فراشات في قناتي. خوتي وخياتي، ان شاء الله الفيديو هذه تلقاكم كامل في احسن الاحوال يا رب. نحب نرحب بكم ونرحبوا بجدد اللي انضموا معنا للقناه، نقول لكم نورتونا وشرفتونا ومرحبا بكم في مملكه الفراشات الجميلات والفحلات والشطرات والعضلات الزينات بنات بلادي الغاليات. اليوم شاركت معكم روتين صباحي ان شاء الله يعجبكم كي العادة والعوايد. خياتي وخوتي مع النشاط والحيوية ومع الشقة اللي عمره ما يخلص. خدكم هنا يا راهي تورق في الشخشوخة كما قلت لكم البارح في الروتين تاع البارح، يعني اللي ما عندهاش الوقت واللي تروحك تصيف وكمل يعني فاكونس ما عليها الا توجد صوالح هذوكا، على خاطر تغمضوا عين وتحلوا عين تلقاو العيد الكبير ان شاء الله عيد الاضحى الحق عليكم وما درتوا والو. بما انه انا يعني دي هذا الوقت نروح هكا لدارنا ندي شويه دراري البحر وكامل صافي، خفت ما يكفينيش الوقت ولا نروح لدارنا فما نقعد ما نوليش، راكم تعرفوا مع الامبيوس تاع البحر وكامل صافي. ما انا قلت نخدم كل يوم، راني نخدم شوي شويه البنات ديما، راني نخلط كيلو، نخدم كيلو صباح وكيلو عشيه وراني نورق فيها مع صباح. الخدمه تاع دوكا دي ما مع صباح، يعني انا نضك بكري على خاطر واش نقولكم ديما نعاودها لكم، السخانه اللي راهي في عفرون ترعف الجمل، والله ما انا قادرين نوقفوا تامنوا. اليوم سلسبي تقول يا ماما 9 تاع الصباح، يا ماما يا ماما عييت الزربي نكملوا شغل، يا ماما عييت الزربي نكملوا شغل. المهم خياتي كيما راكم تشوفوا راني نقطع فيها بغير بشويه وراني نعمر، يعني ندير شوي شويه مثلا نرطل هنا ولا كيلو هنا، من بعد ندخلها داخل الكونجيلاتور. تعرفوا بلي يد هنا واليد لهيك، هنا ثاني جات العين مزيه اللي راهي تجي هذا النهار، تشوفوا كلشي كلشي الا العين كي تروح في الصيف والله غير كارثه. وما نعرف كيفاش هداها ربي هذا اللي يطلق لنا الماء، راهو يطلقها على 6 ونص تاع الصباح، وتعرفوا حنايا نسى غير نسمعوا العين جات نوضوا نجروا. وانا كنشوف العين نولي نجري، تعرفوا يجيني واحد الحماس وتقولي سلسبيل ماما واش شفتي العين جات، واقيلا علاك تشوفي العين تولي ديري هكذا تقلبي كلش. ما على بالهاش بلي العين حنايا تنشطنا، قلت له يجي نهار وين تحسي ماشي دوك، قلت له يجي نهار وين تكبري وتتزوجي وديري دراري وتحسي كي تجي العين. انا المهم كي تجي نبدا ديما نديماري الماشينه هي الاولانيه، واذا عندي زرابه ولا عندي تسياق المهم نبدا نبروفيتي ونعمر القرع ونسقي نوار تاعي، من بعد نروح لحاجه واحده اخرى. كما كنت تشوفوا لهنايا البنات تاني الغداء ديما لازم نبداو به، انا نبدا به تما يعني هكاك 9 ونص، وكي تكون عندي خدمه كبيره نبدا به هو الاولاني مع 8. اليوم في ميسكم راح ندير لهم العدس. اليوم نشوطهم نشوطهم. المهم ياكلوا اليوم العدس حاري والول والسخون، لازم ياكلوا ويعرقوا باش المسامات يتفتحوا. ولا واش قلتوا؟ والله خياتي غير توحشتوا ما نكذبش عليكم، توحشتوا. يعني قلت اليوم قلت له واش معليش ندير لك العدس، قال لي ديري وخلاص ديري. المهم بيسك هو راح للبحر وانا قاعده لهنايا مع العدس، المهم لي سونزي والله غير حتى كله ياكلوا يعرق ياكلوا يعرق. قلت له زين والله غير هك يعرق زين خرج لك المرض. المهم والله غير كيما بقالي واحد الكيلو هكايا في الدار، قلت والله غير نكملو. تعرفوا بلي الصيف غير تاع تشكشوكا الفريت سلاطه طماطيش الدلاع والكانطالو البطيخ، ماهيش تاع الواحد اللي يقعد هكايا ياكل كيما شطا. يعني الصيف ماشي تاع الحاجه اللي سخونه بزاف ولا المراقي اللي سخونين. المهم يا البنات كيما راكو تشوفوا قل درت البصل بلا لا اللحم لا والو، يعني درتو غير بالخضره البنات، درت البصل اللي تقلى مليح ورميت هذيك الخضره باش نرحيها، ودرت الثوم والتوابل تاع توابل الدجاج شويه زنجبيل فلفل الاكحل يعني طماطم مصبره وشويه ملح شويه كمون، المهم التوابل اللي يحتاجها العدس. خياتي ما تنساوش دعموا الفيديو بجام وقعدوا هنا، ما تروحوا لا من هيك لا من لا والو، قعدوا هنا معايا كملوا الفيديو معايا للاخير وان شاء الله يعجبكم. علاش لا هكذا تدوا مني شويه نشاط وتدوا هكا مني شويه حيويه باش تعاني
نعندوني انا نعندكم في التعليقات، وانتم كي تشوفوا الفيديو هكا تنشطوا تقولوا ايه اسماء كيفاش راهي تخدم وما ساعه راهي تنوض. شوفوا البنات بزاف سقساوني قالوا لي اما ساعه راكي تنوض دوكا، والله غير البنات قلت لكم انا كيما اليوم نوض على 6:30، زوج تاعي نوض على 5 مع وليدي وكما راحوا يخدموا، انا نوضت موراهم. قال لي كي كنخرج زوج تاعي قال لي هي جات لعين ايا نوض نجري على خاطر داري سخونه، تعرفوا بلي نسكن انا في ليطاج التالي، والله غير مانيش قادره حتى نوقف هذيك السخانه. زوج لي كليماتيزور جبدوا والدار سخونه تغلي، وانا مقابله المشكل الشمس على نهار كامل، يعني من الجنوب من الشرق من الغرب، فهمتوني داري تغلي خاصة الكوزينة. لأن البنات هاني قليت مليح، ديما نقول لكم قليوا الماكلة تاعكم حتى وإذا كان العدس ولا لوبيا، الماكلة باه تجيكم البنينة قليوها عطيولها وقتها في التقلية، من بعد ثاني بمرقو بالماء سخون، هكذا البنات باه تجيكم الماكلة الله الله. وكتبوا العدس خياتي ما تغلقوش عليه الكوكوت، حطوا غير الغطاء من الفوق خليوه حتى يغلي واحد 10 دقائق، من بعد سكروا عليها الكوكوت. هنا يا البنات سلسبيل ثاني راهي تمسح في الغبابر اللي ما حبوش يخلاصوا. انا قلت للزوج تاعي وقتاش يفرج ربي وتصبغ لي الدار، وعلاه وعلاه على بالكم خياتي جاب لي ربي ما راح يصبغ لي لا والو، راح في 5 سنين هو يكلخ لي ويقول لي هذا العام هذا الصيف هذا العام، وشوفوا رانا داخلين في جويلي وما كان لا سبيغه ولا هم يحزنون. جاب لي يا ربي انا راح نخدم بقناتي، طلعوا لي فيديو البنات يعني نتكل عليكم، ديروا جام انا اللي نلم هذا الزوج دورو، وانا اللي نشري سبيغه وانا اللي نصبغها وحدي انا وسلسبيل ولادي كما العاده. انا راجلي فنيان ما حبش يخدم لي، على بالو لو كان يخلط في السبيغه على بالو بلي الشهر وما يخرجش يعني الصباغ من الدار، على بالي بلي كيشغل عجز ماشي ما حبش يصبغ عجز. ايا جاب لي ربي راح نبدا انا نتكل على ربي ونصبغها انايا وخلاص، هكي يعني كيما نقولوا نصبغ برا لي زيسكالي نحي لها هذيك السبيغه الغوزي راهي تبهدل مع اللي زادت توسخت كامل، ونصبغ صبيغه تاع صبيغه يا حوجي انا سخانه ضربتني، ونزيد نصبغ شومبره تاع دراري وحاجه واحده اخرى ما نقدر لهاش الله غالب، بس نقدر نصبغ شويه مي ما نقدر لهاش بزاف. المهم خياتي ديروا جيم للفيديو ما تنساوش الجيم. هنا البنات راح سيقنا لي زيسكالي برا نحيو دوك الغبابر ونبردوا شويه الحاره. هنا العدس تاعي تقريبا راهو طايب. لي سقساوني على العدس تاع برا يعني هذاك العدس الصحي تاع فقر الدم، خياتي في جويلي راه مازال حب خضر هكذا البنات، في جويلي تلقاوها في الاسواق تاع شرشال داموس قرايم سلمون سيدي غيلاس بكثرة مسلمون حجرة النص يعني في الاسواق الشعبية، في شرشال تلقاوها في المارشي تاع شرشال عند العشابين. المهم راهو غالي هذا العام، بلاك يلحق 40-45 حتى 50,000 للكيلو، العام اللي فات دار 40,000 للكيلوغرام، وهكذا ياهي كمية صغيرة يعني تلحقوا عليها تلقاوها، ما تلحقوش يعني الناس يطيروا به، واصلا الناس يكمونديوه وهو يعني خضر يعني في الجنان هكذا خياتي. هذا هو الفطور تاعنا والحمد لله، والله غير جا واحد العدس بنين 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 بزاف مع شويه سلطه بارده والحمد لله. وهذا انيس كان عندي ماراني جبدو توحشناه بالبزاف راه مهبل هذاك المينوش. بالنسبه لي قالت لي البارح وحده شوفوا خياتي كاين واحد الناس قلبهم والله غير مانيش عارفه اشرار اشرار وقيلة، وحده قالت لي اسماء انا نحبك بصح ديزابونيتك على جال هذاك القط اللي تصوري فيه يا اختي، اللي ما يحبش القطوطه اللي ما يحبش الحيوانات يعني قلبهم كحال يعني ما عندهم حتى رحمه في القلب، انا نموت على الحيوانات نموت عليهم. وبالنسبه للقط كيما فتكم قلت لكم ديتو للطبيبه ولقيت عنده دودو كامل، والله غير خياتي شحال من تعليق لقيتو قالوا لي اسماء حتى سليمه المشتركه الوفيه عست القطه تاعها حتى شافت وسخت حاشاكم الدوده، وقلت لها ديها، وشحال من وحده قالت لي اسماء منين نشريو هذيك الكاشيات تاع ديدان تاع القطوطه. شوفوا خياتي تلقاوها عند البيطاري، دير حبه ب 25,000 يعني حبه تكفيكم فهمتوا، تقسموها الى اجزاء يعني تلقاوها عند البيطاري، يعني ما كاش الفارماسي ولا كاش واحد يبيعها، روحوا عند البيطاري يمد لكم هذاك الدواء. بزاف لقاو يعني القطط تاعهم كي سمعوني نهضر على هذا الدود في كرش القط يعني حتى تولهوا القط تاعهم هكذا البنات. واللي ما تحبش القطه تاعها يعني ما تحب القطه تاعي يعني ما تحبنيش انايا، يعني نحب القطه تاعي كحلوشي قلبو بيض
والله غير يهب اللي راح داير لنا واحد لومبيونس في الدار ما شاء الله. الضربو شام على جال كحلوشي قلبو بيض، لا دي العنصرية، كحلوشي قلبو بيض هكا بزاف شباب وحلو مسكين. ربي يطول في عمرو ان شاء الله، في سكر ربينا عليه الكبده. هنا خياتي بعد ما كملنا الفطور غسلت المواعن كامل، رحت زدت كملت خدمت شويه يعني معارك هادو تاع الشخشوخه. كما قلت لكم راني نخدم شويه الصباح بكري نبدا بهم، وشويه يعني هكذا قبل القايله يعني بعد الفطور زيد نخدم شويه، ولا بقات لي نزيد نديرها في الثلاجه مع العشيه مور العصر، كي تروح شويه سخانه نزيد نخدم كميه. هكذا يا البنات كل يوم نخدم شويه 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 حتى نصور واحد 5 كيلو ولا راح نحتاجهم ان شاء الله، نحتاجهم من العيد الكبير للضياف ولا هكذا خياتي. المهم يا البنات ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، يعطيكم الصحه على التعليقات تاعكم، وان شاء الله نكون خفيفه وظريفه عليكم. ما تنساوش فقط تدعموا الفيديو وتبجام، خليوا لنا التعليقات تاعكم، هكا راني نطلع عليكم منا مره على مره هكا باش نشجعكم باش نحفزكم باش ندير لكم شويه نشاط وباش تتونسوا معايا. بالنسبه لهاد البنات هاد المعارك بالطريقه تاعنا تاع نستيبازا، ان شاء الله غدا راح نحط لكم الطريقه كامله والعجينه بالميكسور، يعني ما دلكتها لا والو، في القناه الثانيه مطبخ الفراشه اللي راح تلقاو الرابط تاع القناه في صندوق الوصف، ضغطوا فقط على عنوان الفيديو راح تلقاو صندوق الوصف وتلقاو بعض الروابط تاع الصفحه تاعي مثلا انستغرام. وكمل ما بقى لي حبيباتي نقول لكم تهلاو في روحتكم قبل ما تروحوا، نزيد نوري لكم مينوشي كحلوشي قلبو ابيض. كما تشوفوا تامنوا راهو قاد راقد راقد ويرقد بواحد لي بوزيسيون والله لا يشبع، كما نقول شبع عليه الضحك. شوفوا نقلقوا، شوفوا عنده واحد الشيبات في وذني وكامل شوف. راني نقلق فيه بصح هو ولا على باله. تعرفوا بصح نهار اللي يبدا يلعب والله لا نشبعوا الضحك عليه، تأمنوا كيفاش يصوتي. قلت لكم دار لنا واحد لومبيونس في الدار والله العظيم، يعني اللي يحب الحيوان تعرفوا بلي قلبو حنين وقلبو ضيب، والله اللي ما عندوش رحمه مع الحيوان حتى مع العباد ما كانش رحمه معاهم، ما نكذبش عليكم. شوفوا الحاله لهنايا. المهم يا حبيبات قلبي نحبكم بزاف بزاف بزاف، تهلاو في روحتكم والى الملتقى ان شاء الله، نحبكم، باي.